الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بالعاصمة الإدارية. خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا، الرئيس السيسي يحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية. مع التوالي انتشال جثث الشهداء، مطالبات دولية بإجراء تحقيق واضح وموثوق بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تملك الآن منشآت رياضية تليق بمكانتها وشعبها، وأصبحت لديها مدينة أولمبية عالمية لاستضافة جميع البطولات والمسابقات الدولية طبقا لمعايير الاتحادات الدولية. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال إعلانه افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. احنا من سنوات قليلة مضت كان المكان اللي موجود اللي احنا موجودين فيه ده كانت ارض فاضية خالص، وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضية تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها، وكان حلم. والحمد لله رب العالمين خلال يمكن 5 سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعة الاتحادات المختلفة. احنا بنتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة، لا، احنا بنتكلم كل المسابقات، كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوى الدولي. كما رحب الرئيس السيسي بكل الوفود العربية المشاركة في البطولة العربية العسكرية للفروسية في بلدهم الثاني مصر. وهنأ الرئيس السيسي الشركات المصرية بالنجاح في إنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. بهني مصر وبهني شعبها وبهني أنفسنا، وكمان بهني أشقائنا العرب على أن احنا يعني يبقى لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بشعوبنا. يعني برحب بكل الوفود العربية مرة تانية، بشكركم على حضوركم واتمنى لكم التوفيق في بلدكم هنا في مصر. احنا سعداء بوجودكم معنا، ونتمنى ان انتم مش بس على قد حتى فعاليات البطولة، ولكن ايضا يكون من ضمن التنظيم فرصة ان احنا نعطي اشقائنا فرصة لان هم يشوفوا جزء من اللي احنا على الاقل في العاصمه وبعض المقاصد الاخرى. مره تانية برحب بيكم وبشكر كل اللي ساهم في اخراج المنشآت ديت والمدينه ديت وغيره وغيره. في قد اللي احنا بنتكلم فيه ده منشآت ضخمه في كل مكان، فبشكر اللي عمل كده وبهنيه على النجاح. وانا بتكلم على الشركات المصريه وبتكلم على المسؤولين المصريين هم اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ف على بركة الله، واسمحوا لي ان انا اعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، واتمنى لكم جميعا التوفيق. هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية. وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على المشاركة كجهات راعية للبطولة، والتي تأتي البطولة في إطار جهود القوات المسلحة لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف الرياضات، بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات والتعاون
التعاون بين الجيوش العربية. كذلك حرصت القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية، لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقاومات الإنشائية المتطورة والاهتمام البيطري بالخيول المصرية طبقا للمعايير العالمية ذات الصلة. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف القيادة العربية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي لشرح حول طبيعة المتحف. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية. وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية للمنتخبات المشاركة في البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتنظم القوات المسلحة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى برعاية الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى 42 على تحرير سيناء. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، وحذر الرئيس السيسي خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سوف تسفر عن تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، مؤكدا أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مع التجديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة. كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ورسوخ العلاقات المصرية البحرينية، مشددا على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب. جاء ذلك خلال استقباله لنظيره البحريني أحمد بن سلمان، حيث أكد على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين واتصالا بالأزمة في قطاع غزة. شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر ثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالدور المصري الرائد عربيا. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أشاد مدبولي بالعلاقات الثنائية شديدة التميز بين القاهرة والمنامة، مؤكدا أنها تحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين. وأكد مدبولي الدعم المصري الكامل لجهود استضافة البحرين للقمة العربية 33 والمقررة في شهر مايو 2024، معربا عن تطلعه لتحقيق التضامن خلال القمة بما يعكس وحدة الصف العربي. كما أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، والتي تتبلور في ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدة الإنسانية.
استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024-2030 وإنجازات لجان الطعن الضريبي وغيرها من الملفات الأخرى المهمة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير المالية الذي أوضح أن الوثيقة تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة. وخلال الاجتماع تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة بالإنابة عن أعضاء الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. وفي ملف الصناعة أكد مدبولي أن جهود دعم هذا القطاع أصبحت تؤتي ثمارها في العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى جاهزية الدولة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع. تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية قيادة وضباطا وجنودا والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وأكد الأزهر أن ذكرى تحرير سيناء هي ذكرى غالية على النفوس المصريين جميعا، فقد خلدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والإرادة في عدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا الغالي، مضيفا أن المصريين لن ينسوا ما قدمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس فداء لتراب هذا الوطن. ودعا الأزهر الشريف الشعب المصري إلى استثمار هذه المناسبات لتكون دافعا لمواصلة العمل في بناء مستقبل وطننا الغالي. تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا طوادروس الثاني بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء 42. وأكدت الكنيسة المصرية أن ذكرى استرداد أرض سيناء الحبيبة تذكرنا بما دفع في سبيلها من دماء الشهداء والجهود الدبلوماسية. وأضافت أنه حتى يومنا هذا ما زالت تلك الجهود متواصلة للحفاظ على أرضنا وصونها بالتنمية الشاملة بعدما قدم لحمايتها ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها، وأنها تدعو الله أن يحفظ بلدنا مصر بكل أراضيها وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 34,262 شهيدا و77,229 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. إلى هذا شنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في مدينة أحياء رفح جنوبي القطاع ومدينة غزة وبدلة لاهية شمالا ومخيمي النصيرات والبريج ومدينة دير البلح بوسط القطاع. كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. في الأثناء استهدفت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات في منطقة الواحة غربي بيت لهيا. أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع.
ويأتي هذا في الوقت الذي توصل فيه الطواقم الطبية في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي البحث عن جثامين شهداء في المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المقبرة الجماعية نحو 375 شهيدا. في الأثناء يتواصل انتشال شهداء آخرين من مقابر جماعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث تم اكتشاف المقابر الجماعية عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي كانت تحاصرها. هذا ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق واضح وشفاف وموثوق بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول تقارير عن العثور على مقابر جماعية في قطاع غزة. في سياق آخر، وصف نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التقارير التي أفادت بأن وزير المالية الإسرائيلي يسعى لإطفاء الشرعية على عشرات المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بأنها خطيرة ومتهورة. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن هناك تحديات خطيرة تشهدها المنطقة العربية بشكل عام، ومنها تطورات القضية الفلسطينية بشكل خاص. جاء ذلك خلال ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقدة بمقر الأمانة العامة. لا يخفى علينا جميعا أن هذا الاجتماع اليوم يعقد في ظل تحديات خطيرة تشهدها المنطقة العربية مرة أخرى، وتأتي في مقدمتها تلك التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والمتمثلة بمواصلة إسرائيل شن هجماتها الوحشية على قطاع غزة في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، في ظل صمت دولي غير مسبوق وعجز أممي تمثل في شلل مجلس الأمن تجاه القيام بواجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جريمة الإبادة التي تجري في قطاع غزة. أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وطالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، طالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، منددا باستمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. تستمر إسرائيل قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية بقتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين بشكل همجي ومنهجي، حتى وصل عدد ضحايا جريمة الإبادة الجماعية إلى أكثر من 111,000 شهيد وجريح، 34,000 شهيد و77,000 جريح، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء. ويستمر عجز العالم عن إمعان إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى قرابة 7 شهور، رغم صدور 3 قرارات من مجلس الأمن، آخرها قرار 27/28 بتاريخ 25/3/2024، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار فوري في شهر رمضان الماضي.
صرحت وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة متوقفة الآن في الدوحة بقطر مع غياب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، قال إنه لا يوجد حاليا جدول زمني للخطوة التالية في مفاوضات وقف إطلاق النار. يواصل معبر رفح فتح أبوابه يوميا أمام حركة عبور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما تستمر مصر في فتح بوابة معبر رفح البري أمام استقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. عمل متواصل لا ينقطع ولا يتوقف، هذا هو حال معبر رفح البري الذي يعمل على مدار الساعة لنجدة الأشقاء الفلسطينيين. فالمعبر يفتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حالة نقص الغذاء داخل قطاع غزة، وإمداد ما تبقى من المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية. المعبر يعمل دون إجازات رسمية، فيوميا تدخل شاحنات الوقود من البوابة المصرية إلى الجانب الآخر حيث الأراضي الفلسطينية، مما تساهم هذه الشاحنات في تشغيل أفران الخبز لتوفير رغيف عيش وغذاء للأشقاء هناك، فضلا عن مساهمتها في تشغيل المرافق الحيوية. كما تستمر مصر في فتح بوابة معبر رفح البري أمام استقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بتجهيز أحدث سيارات الإسعاف المجهزة بطواقم طبية متكاملة ومتخصصة. وتستمر دخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية، وكان آخرها دخول القافلة السابعة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي لا زال يواصل عمله في دعم الأشقاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. محمود جميل، التلفزيون المصري. ونشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. الرئيس الأمريكي يوقع على خطة تقديم مساعدات لأوكرانيا ويعلن أن الدفعة الأولى من المعدات العسكرية ستغادر إلى كييف في الساعات المقبلة. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية التي ستعقد في المنامة تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تعقد فيه، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام اليوم لرئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم والوفد المرافق له، حيث شدد أبو الغيط على أن القمة تعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد، معربا عن ثقته في قدرة المنامة على استضافة أعمالها والخروج بها في أفضل صورة ممكنة.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الخطة الأمريكية الواسعة لتقديم مساعدة عسكرية واقتصادية لأوكرانيا، معلنا أن الدفعة الأولى من المعدات العسكرية ستغادر إلى كييف في الساعات المقبلة. ولقيت الخطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار، وتتضمن أيضا أموالا لإسرائيل وتايوان وإنذارا نهائيا لتيك توك، لقيت دعما واسعا في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، وخصصت الحصة الكبرى وقدرها 61 مليار دولار لكييف. شهدت محافظة شمال سيناء إقامة قصر ثقافة العريش احتفالية بالذكرى 42 لتحرير سيناء، وشهدت الاحتفالية إقامة استعراضات فنية. استمرارا لاحتفال محافظة شمال سيناء بالذكرى 42 لتحرير سيناء، أقيمت احتفالية فنية بقصر ثقافة العريش، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسط أجواء مبهجة تفاعل معها الحضور، وتتزامن الاحتفالية مع الأنشطة الثقافية التي عادت لهذا المكان بعد افتتاحه، الذي يؤكد عودة الأمن والسلام لأرض سيناء الحبيبة. الاحتفالية تضمنت فقرة غنائية بمشاركة فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، بالإضافة لفرقة العريش للفنون الشعبية، التي قدمت خلالها مجموعة من الاستعراضات المستوحاة للتراث السيناوي، وسط اعتزاز كبير بهذه الذكرى الغالية على المصريين. نظمت وزارة الثقافة عدة فعاليات تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، من أهمها الاحتفالية في العريش، محافظة العريش، محافظة طبعا على أرض سيناء، أعز أرض للشعب المصري. أعياد تحرير سيناء هي عيد لكل المصريين. من هذا المكان نبعث تحية عطرة لكل أسرة قدمت شهيد أو روح على أرض سيناء. وعلى هامش الاحتفالية أقيم معرض تشكيلي شارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين بالعريش، لعرض رسومات تحكي وتجسد ذكرى تحرير سيناء والتراث السيناوي. اهتميت قوي بانتصارات حرب أكتوبر واحتفالات سيناء. هتلاقي في لوحاتي في لوحة للعبور، في لوحة كمان لاقتلاع جذور الإرهاب، وكلنا عارفين دور مصر في اقتلاع جذور الإرهاب. في المناسبة السنوية كل سنة بنعمل احتفال عن تحرير سيناء وتقدمها وإحساس الناس بالنصر، فبنعبر في لوحات تشكيلية عن هذه الحادثة السنوية التي نعتز بها جميعا في سيناء. مشاركتي مع نخبة من فنانين التشكيليين بمناسبة أعياد التحرير بلوحات خط عربي كنموذج مطور لأبناء سيناء في الخط العربي. احنا الحمد لله بنشارك وبنمثل سيناء في كل الملتقيات العربية والدولية في جميع أنحاء الجمهورية وفي جميع أنحاء العالم. هكذا عادت الاحتفالات لأرض الفيروز، وعاد معها الأمن والأمان والسلام، وعاد هذا المسرح مرة أخرى ليعرض مواهب سيناء والمحافظات الحدودية، وتنطلق رسالة التنوير والتثقيف من أرض سيناء الغالية. محمود جميل، التلفزيون المصري. اختتمت وزارة العدل فعاليات مؤتمرها الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، والذي تنظمه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف ولأول مرة وضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
بعد عدة جلسات نقاشية ضمت وزراء وخبراء ومتخصصين ورؤساء هيئات قضائية، اختتمت وزارة العدل فعاليات مؤتمرها الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، والذي تنظمه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المؤتمر يستهدف ولأول مرة وضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. حقيقة وزارة العدل مستفيدة من الذكاء الاصطناعي، لعل احنا من أولى الوزارات التي اعتمدت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، فكان هناك توجيه من معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل بضرورة الاستفادة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. احنا عندنا عدد من المشروعات، لعل احنا حطناها على الفلاير الخاص بالمؤتمر. عندنا منظومة تحويل الصوت إلى نص، احنا بنلغي فكرة سكرتير الجلسة التقليدي، أصبح الآن الحوار الذي يدار داخل قاعة الجلسات يسجل باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والقضايا تتداول ما بين النيابة العامة و المحاكم عن طريق تطبيق يعتمد أيضا على الذكاء الاصطناعي. أنا محتاج أن أنا أنظم المسائل اللي ممكن تكون مضرة في الذكاء الاصطناعي زي الجرائم، يعني ممكن أن أجرم بعض الأفعال اللي بيستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، لكن مش معنى أن أنا عايز أقنن الذكاء الاصطناعي فممكن أقتل الإبداع، لأن دي مشكلة كبيرة، وبعض دول العالم واجهت المشاكل دي. ما فيش غير قانون واحد لحد دلوقتي هو اللي موجود بيتعامل مع الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي اللي صادر لسه مؤخرا يعني. كما تم التطرق إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات الثقافية والإبداعية بما فيها المسرح والموسيقى والكتب والنشر. موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات الثقافية والإبداعية أصبح حقيقة واقعة. كل الأمثلة اللي أنا تكلمت عنها سواء فيما يتعلق بصناعة السينما أو فيما يتعلق بالفنون واللوحات الفنية والرسوم أو فيما يتعلق بإنتاج الدرامي أو فيما يتعلق بالسوشيال ميديا أو فيما يتعلق بالموسيقى، الـ AI دخل في كل هذه المجالات. إذن هو المؤتمر الأول من نوعه لتناول الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر واستعراض الجهود الدولية لتنظيم قانون ينظم عمله وكذلك أثر هذه التكنولوجيا على حقوق الملكية الفكرية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. أقامت جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرضا خيريا للملابس، كما قامت بإعادة تأهيل وإعمار مسجد النور بالبحيرة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت جمعية الأرمان معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة على المستحقين من أهالي قرى مركز أبو المطمير بمحافظة البحيرة. معرض الملابس بالمجان بالتعاون بين جمعية الأرمان والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. النهاردة احنا بنقدم حوالي فيما يزيد عن 5000 قطعة لعدد 2000 مستفيد بحوالي 600 أسرة من مركز أبو المطمير للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبو المطمير وتوابعها والقرى والنجوع المحيطة بالمركز. وطبعا المعرض هدفه أنه يدخل الفرحة والسعادة على الناس دي، لأن الناس دي محتاجة المساعدة وإحنا هنا عشان نساعدهم وندخل كل الفرحة والسعادة عليهم. وطبعا المعرض ده بيضم ملابس كتيرة وهتستفيد منها أسر كتيرة جدا. جاية معايا بنتي وولد، بنتي عندها 12 سنة وابن عنده 6 سنين، ولقيت له كل حاجة حلوة هنا إن شاء الله وعجبتني، وكل الناس اللي هنا بيساعدونا في الخير. إحنا عرفنا إن في معرض النهاردة، فإحنا جينا عشان خاطر ناخدهم يعني في ملابس وحاجات عارضينها، فهيدوها لنا من غير مقابل، يعني ما فيش أي فلوس ولا حاجة. معنا أكتر من 600 أم، الأم معها 4 و5 أولاد مستفادين، واللي معها أولاد ولادها وكله مستفاد للهدوم دي. استكمالا لجهود التنمية افتتحت جمعية الأرمان أيضا مسجد النور بمنطقة اللحوم بمركز أبو المطمير بعدما أعادت تأهيله تيسيرا على أهالي المنطقة. المنطقة هنا فعلا أقرب مسجد على بعد مسافة بعيدة من هنا علشان الناس تصلي، فكان بتجيب الحصر وتقف قدام المسجد هنا في الأرضية المكان الواسع دوت وتقف وتصلي هنا الأول. بالفعل جم يتقدموا لنا أهل المنطقة هنا ومعنا المتطوعين من المنطقة، تقدموا لنا لجمعية الأرمان بإن إحنا نعمل لهم إعادة تأهيل، إن المسجد عندهم كان لا يصح إن هو من جوة أكل الحوائط ونعمل له إعادة تأهيل بالكامل، وقمنا بترميم وتشطيب مسجد النور. إعادة تأهيل المساجد ومعارض الملابس وغيرها كلها جهود يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر والقرى الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر.
شهدت محافظة بني سويف إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية بمنح 70 طالبا متفوقا من جامعة بني سويف التكنولوجية منحا دراسية تغطي قيمة المصروفات كاملة. مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين أطلقتها مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرا مع وزارة التعليم العالي. النهاردة احنا ان شاء الله من محافظة بني سويف بنكرم ابنائنا المتفوقين والمتميزين بمنح التكافؤ من صناع الخير بالتعاون مع كيو ان بي وتحت مظلة التحالف الوطني العمل الاهلي التنموي وبالشراكة مع السيد محافظ بني سويف، وبنسلم 70 منحة جديدة ب 700,000 جنيه، وان شاء الله مستمرين في 500 منحة اخرين لجميع الطلاب الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية بقيمة تقديرية تقدر ب 15 مليون جنيه اهداء من المؤسسة وشركاء اخرين من بعض الشركات والبنوك القطاع الخاص، وبإذن الله مستمرين في هذا الدعم لطلابنا في دعمهم بعد التخرج. 70 طالبا متفوقا من طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية سيحظون بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية كاملة على مدار سنوات دراستهم بالجامعة بشرط الحفاظ على التفوق طوال سنوات الدراسة. البادرة دي بتساعد أبنائنا الطلاب المتميزين اللي ربما يكون العائق المادي بيمنحهم من استمرارهم متميزهم، لكن الحقيقة بدعم من العمل الأهلي ومن المبادرة الطلاب دول بيقدروا يلتحقوا بالجامعة ويقدروا يكملوا دراساتهم، وإحنا بنفخر وسعداء إنه معظم الطلاب دي حققوا نتائج امتياز وجيد جدا العام الماضي، عشان كده المبادرة مكملة معاهم وبيستمروا في تقدمهم وفي اكتسابهم العلم. المنحة دي كانت ادتني دفعة معنوية قبل ما تكون دفعة مادية، دفعة معنوية إن أنا أجتهد وأذاكر عشان أكون متواجد كل سنة، طبعا ادتني دفعة معنوية إن هي شالت عبء كبير من عليا ومن على والدي. وللمرة التانية حابب أشكر مؤسسة صناع الخير. المنحة وفرت عليا جدا في المصاريف وخلتني بدل ما أدفع المصاريف إن أنا أخد بها كورسات، وكمان المنحة يعني ساعدتني إن أنا أتفوق وأحاول إن أنا أجيب تقدير كويس عشان المنحة تكمل معايا. وتسعى الدولة للتركيز على دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين غير القادرين للحفاظ على تفوقهم ولضمان تحقق مبدأ تكافؤ الفرص. تواصلت الجهود في محافظة الدقهلية لاستقبال محصول القمح بتوجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمحاصيل الزراعية، ومن بينها القمح كمحصول قومي. تبلغ المساحة المندرعة من القمح أكثر من 252 ألف فدان هذا الموسم، مع توقعات بتوريد 400 ألف طن، بينما يتم استخدام 37 موقعا بنطاق المحافظة لاستقبال القمح. في إطار توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر، تتواصل الجهود في محافظة الدقهلية لمتابعة أعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد بالشوان والصوامع بنطاق المحافظة. بالنسبة للسعر السنة دي سعر مناسب جدا، وهو سعر تحفيزي للفلاح، فيتوقع إن شاء الله زيادة المورد من القمح للدولة إن شاء الله رب العالمين. المساحة المنزرعة من القمح بالدقهلية بلغت هذا الموسم 252,292 فدان، ومن المتوقع توريد 400 ألف طن لموسم 2024. إجمالي الشوان والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريده تبلغ 37 موقعاً بنطاق المحافظة بسعة تخزينية تبلغ 289 ألف طن. إجراءات التموين، والله الإجراءات اللي عملها التموين سهلة جداً، وما فيش اي مشاكل ما بتقابلنا، اي ما فيش اي مشاكل خالص يعني، وبنسلم الغله زي ما الحكومه مسعرها على 2000، وكل الاجراءات ماشيه تمام ما فيش اي مشاكل. ومن اجل التسهيل على المزارعين وجهت الدوله بتذليل جميع المعوقات التي تعوق عمليه تسليم محصول القمح الى كافه الصوامع والشوان ونقاط التجميع. احنا بنيجي هنا بنستلموا مننا القمح حسب درجه القمح، درجه النقاء بتاع القمح أعلى درجة ب 2000 جنيه، كان السنة اللي فاتت ب 1500، السنة دي ب 2000 جنيه. وإدراكا من الدولة لأهمية المحصول، يتم تنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشوان، فضلا عن استمرار اللجان المسؤولة عن استلام محصول القمح من المزارعين المتابعة المستمرة من أجل موسم توريد ناجح.
نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المنيرة بواحة الخرقة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. وتهدف القافلة لتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين. قافلة طبية مجانية جديدة نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في قرى المنيرة بواحة الخرقة في المحافظة. بنقدم خدمات للمواطنين، في خدمات أشعة وخدمات تحاليل، وفي تخصصات 6 تخصصات طبية مختلفة، والصيدلية فيها علاج لجميع التخصصات لتغطية جميع التخصصات الطبية، وكل الخدمات مقدمة للمواطنين بالمجان. القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية من البطن والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والأمراض الجلدية والنساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وكذا صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الجراحات اللازمة. خدمة تمام زي الفل، مية مية، الحمد لله تمام. الحمد لله خدمة كويسة، تخدم الوطن كويس. خدمة كويسة، وهديت كشفت النهاردة وكشفت على كنت تعبانة وكشفت أنف وأذن وكل حاجة، وعطوني علاج ببلاش، ونشكر الدكاترة والممرضين. الحمد لله الدكتور أعطتني كل العلاج، والحمد لله متوفر كل العلاج هنا في المستشفى، وربنا يبارك لنا فيهم يا رب. القوافل الطبية تهدف لتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من الدولة بتقديم الخدمات الصحية لغير القادرين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي نشد به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إطلاق المبادرة، ألا وهو بناء الإنسان. والآن موعدنا مع جولة اقتصادية جديدة وأهم أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. ليكي فاطمة. شكرا نادينا فكري، شكرا شروق أماد الدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة، عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء موسعا مع وفد استثماري ضم مسؤولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة داسلوفكا التشيكية، واستعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر، والذي سيفي باحتياجات السوق المحلي وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة أفريقيا. وقال الوزير إن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات، وذلك بسبب تراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم. هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 32% ليصل إلى 88 دولار و10 سنتات للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 53% إلى 82 دولار و92 سنت. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 69% لتصل إلى $2.56 للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل $1.73 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر تقرير لمركزين بحثيين أمريكيين أن بعض الدول ومعظمها من البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثقلة برسوم تضاف إلى فوائد قروضها من صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى زيادة حالة اللامساواة العالمية.
أظهر التقرير الصادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن ومبادرة جامعة كولومبيا لسياسة الحوار أن الدول الأعضاء بصندوق النقد المثقل بالديون دفعت نحو 6 مليارات و400 مليون دولار رسوما إضافية في الفترة من عام 2020 إلى عام 2023، وزاد عدد البلدان التي تدفع الرسوم الإضافية في السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من المثلين. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج بالتزامن مع اشتداد القصف الإسرائيلي على شتى أنحاء قطاع غزة ووسط تعليمات من جيش الاحتلال بعمليات إجلاء جديدة في شمال القطاع. خسر المؤشر السعودي 1% وسط انخفاض أسعار النفط عن مستويات ذروة بلغتها في الآونة الأخيرة، ووصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي. هبط مؤشر أبو ظبي 1% بنهاية جلسة التداول اليوم، وخسر المؤشر القطري 5% من قيمته. لم يطرأ على الأسهم الأوروبية تغير يذكر خلال التعاملات، حيث عوضت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا خسائر البنوك مع تقييم المستثمرين لأثر التجديد النقدي على أداء الشركات ونتائجها المالية. ارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي قليلا بنسبة 1%، وحمى حول أعلى مستوى في أسبوع مع صعود قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.4% وانخفاض قطاع البنوك بنسبة 9%، ما حد من مكاسب الأسهم الأوروبية. في وول ستريت ارتفعت المؤشرات الرئيسة بالأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع تلقيها دعما من تقارير الأرباح المتفائلة من قطاعات أخرى. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 13%، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 28%. ربح المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 69%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وشروق لاستكمال ما تبقى من 9. شكرا لك فاطمة خليل. أعلنت وكالة الفضاء الصينية عزمها إرسال طاقم جديد إلى محطة تيانغونغ الفضائية في أحدث مهمة في إطار برنامج يهدف إلى إرسال رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تنطلق سفينة الفضاء شانشو 18 والتي تحمل على متنها 3 رواد فضاء غدا من مركز جيو تشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد. ومن المقرر أن يبقى رواد الفضاء في المدار لمدة 6 أشهر لإجراء تجارب تتعلق بالجاذبية والفيزياء. ومن جانبه قال نائب المدير العام لوكالة الفضاء الصينية لين تشي تشيانغ، قال إن الرواد سينفذون أيضا خلال هذه المهمة مشروعا حول الكشف العالمي عالي الدقة عن الغازات الدفيئة. وقفة جديدة، ولكن هذه المرة مع أخبار الرياضة. مرة أخرى إليك فاطمة خليل. شكرا شروق، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا، وهذه الجولة الرياضية. حقق منتخب مصر الفوز على المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما. بهذه النتيجة يتصدر منتخب الفراعنة المنافسات برصيد 7 نقاط، ومن المقرر أن يواجه نظيره الجزائري في الجولة الأخيرة من البطولة يوم الجمعة المقبل.
فاز فريق طلاء الجيش على نظيره إمفي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يحل فريق إمفي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز فيها في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 وسجل لاعبه 21 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا. فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 19 من الدوري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 في المركز الأول منفردا بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، فيما ظل البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز 15. إلى الدوري الإنجليزي حيث تجرى الآن مباراة ليفربول ومضيفه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ضمن مؤجلات الجولة 29 من الدوري. ولحساب مؤجلات نفس الجولة تجرى أيضا مباراة مانشستر يونايتد وضيفه شيفيلد يونايتد، كما يلتقي كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد. ويشهد الدوري الإنجليزي منافسة قوية على صدارة قمة ترتيب الدوري بعد تصدر الأرسنال القمة برصيد 77 نقطة. يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره الترجي التونسي عصر غد الخميس بنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر. تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على نظيره أولمبيك عنابة في ثاني مواجهة بالدور الرئيسي بالمنافسة ومن قبلها على ميلا الجزائري. وكان الأهلي قد نجح في تحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الزمالك بنتيجة 21-23 ليتأهل إلى السوبر جلوب 2024. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لشروق ودينا لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل. نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر المعسكر التدريبي للفرق الفائزة في مسابقة يوني جرين الممولة من الاتحاد الأوروبي لاستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. وتعد جامعة النيل الشريك الرئيسي في المسابقة، حيث تستضيف المعسكر لمدة أسبوع تتضمن حلقات تدريبية في ريادة الأعمال. بدأت مؤسسة صناع الحياة مصر في تنفيذ المعسكر التدريبي للفرق الفائزة في مسابقة يوني جرين الممولة من الاتحاد الأوروبي لاستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. جامعة النيل وهي الشريك الرئيسي في المسابقة تستضيف المعسكر لمدة أسبوع، والذي يتضمن حلقات تدريبية في ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة. النهاردة في معسكر لبناء القدرات للفرق اللي مقدمة في المسابقة. احنا تقدم لنا 400 ابلكيشن، تم التصفيات لاكثر 20 فكره قويه، ومن ال 20 فكره حصل انترفيوز بشكل قوي جدا، وتم اختيار 11 فريق للمعسكر اللي من المعسكر هيتصعدوا للمسابقه الوطنيه. وفي المسابقه الوطنيه هيتم اختيار خمس فرق فائزين، خمس افكار، خمس فرق فائزين هياخدوا دعم مادي ودعم فني
لأفكارهم. طبعا المشروع بيتماشى مع أهدافنا إن إحنا عايزين دايما يبقى لينا أثر مجتمعي كبير بيحصل، وبنركز كمان على الحاجات بالذات اللي فيها تكنولوجي أو إنوفيشن اللي هي ابتكارات أو تكنولوجيات حديثة في المشاريع اللي بتكون متقدمة. فوجودنا هنا في مشروع كبير مع صناع الحياة والأكاديمية البحرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بيخلق لنا ان احنا نقدر ندي وقت اكبر وندي مجهود للشركات ديت. وكانت مؤسسة صناع الحياة مصر قد اطلقت مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي، وتنفذها مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ابرز الحلول ان احنا حاليا في مصر البالم ويست او اللي هي منتجات النخيل المخلفات بتاعة النخيل دي بتبقى كميتها حوالي 6000 طن سنويا، فاحنا بناخد المنتجات دي بنحولها عن طريق التكنولوجي بتاعتنا وعن طريق الاي اي والاي او تي الانترنت اوف ثينجز، بنحولها الى المنتجات شبه البيتا كاروتين هو المنتج الاساسي بتاعنا دلوقتي، وهو منتج اساسي موجود بشكل اساسي في الطبيعه، وهي عباره عن صبغه دي بتتحول في الجسم لفيتامين اي، وفيتامين اي ده طبعا بيساعد جدا في الجهاز المناعي وبيؤدي بشكل كويس على الصحه العامه للجسم. المشروع بتاعنا بيحاول ان هو يعمل ريكومنديشن للمحصول المفروض يتزرع، زائد ان هو برضو بيتحكم في الميه قد ايه يعني ميه بتدخل على الارض الزراعيه، كمان ان هو بيريكومند الفيرتلايزر ده بنعمله عن طريق الذكاء الاصطناعي ويعني IoT هاردوير يعني سنسرز وكده. هو بيبقى عنده فكره، فكرته دي بتبقى كلها افتراضات، انا باخد الافتراضات دي اخليه يحاول اول حاجه يعرف ايه هي الافتراضات، بعد كده يحولها لفرضيات، والفرضيات دي بنعمل لها تجارب صغيره نقدر نطلع منها معلومه تساعدنا ان احنا ناخد قرارات اذا كان اللي احنا بنعمله ده يجي منه لازمه كبزنس ولا لا، لان هو بس مش مهم ان انا مجرد بعمل اختراع او بعمل تكنولوجيا جديده، لازم يكون ليها جدوى. ياتي المعسكر التدريبي كنموذج لدعم رواد الاعمال الشباب في مواجهه تحديات تغير المناخ في مصر، في ظل اهتمام الدوله المصريه بالملف البيئي وتحقيق اهداف التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030. أصبحت محافظة بني سويف من المحافظات السباقة التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في زراعة القمح، لا سيما مع وجود مركز بحوث سوتس والذي يقوم علماؤه وباحثوه بدور كبير في استنباط سلالات من تقاوي القمح عالية الإنتاجية. وكلفت المحافظة القائمين على منظومة التوريد بتوفير كافة التيسيرات اللازمة أمام المزارعين والموردين بالشون وصوامع التغذية والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن. تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها محصول القمح، خطة تستهدفها الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية خاصة في ظل الظروف والتحديات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، خطة تعتمد في المقام الأول على وعي ووطنية المزارعين وبالتالي قيامهم بتوريد أكبر كميات للصوامع والشون الحكومية. هنا في بني سويف شهدت المحافظة افتتاح موسم حصاد محصول القمح للموسم الشتوي داخل أحد حقول القمح بمركز إهناسيا، حيث تم تنفيذه ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية. احنا النهاردة في حقل ترشيد استهلاك مياه، وده بنوضح به للمزارعين قد ايه هتوفر مياه وهتوفر وتاخد إنتاجية أعلى. الحقل ده أو كل الحقول، يمكن احنا على مستوى محافظة بني سويف معمول 486 فدان ترشيد استهلاك مياه، عبارة عن المزارع بيتعمل معاه ايه؟ بيتسوالوا الأرض بالليزر مجانا على حساب وزارة الزراعة، بياخد التقاوي مجانا، بياخد التوصيات الفنية خلال الموسم من قبل الموسم حتى الحصاد من خلال الدكاترة والإرشاد الزراعي في المدرية. هذا وبلغت إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الشتوي داخل المحافظة 120 ألف فدان على مستوى مراكز المحافظة. احنا السنة دي بدأنا حصاد القمح هنا في محافظة بني سويف، وبنشكر سيادة الرئيس على دعمنا للأسم ده برضه ودعمنا في التقاوي،
واحنا ده موسم حصاد وموسم بيبقى سعيد على الاسره كلها، بنستناه من السنه للسنه. بدانا حصاد القمح السنه دي في محافظه بني سويف، ومبسوطين جدا بحصاد القمح، ومشكرين جدا للرئيس دايما بيدعم وزاره الزراعه ودعم الفلاح، واحنا الحمد لله مبسوطين جدا، والحمد لله الانتاج السنه دي ان شاء الله باذن الله يفوق اللي احنا كنا باصين عليه، ان مثلا فدان يجيب 24 ان شاء الله يعدي باذن الله. واصبحت محافظه بني سويف خلال الفتره الماضيه من المحافظات السباقه التي تعتمد على تطبيق احدث الطرق العلميه في الزراعه، لا سيما مع وجود مركز بحوث سوتس، والذي يقوم علماؤه وباحثوه بدور كبير في استنباط سلالات من التقاوي عاليه الانتاج ومقاومه للافات والتغيرات في الاحوال الجويه. تحققت زيادة ملحوظة في توريد القمح هذا العام في محافظة سوهاج بفضل الإجراءات التحفيزية من الحكومة، ما أدى إلى استقبال أكثر من 4585 طنا من المزارعين بسلاسة ويسر. وتبلغ مساحة القمح المزرعة 211862 فدانا، ومن المتوقع إنتاج 350,000 طن هذا الموسم، وتم تجهيز 18 موقعا تخزينيا بسعة 142,000 طن لضمان تخزين الإنتاج بكفاءة توريد الأقماح المحلية لهذا العام وفقا للقواعد المعمول بها للحفاظ على الغلال، جهود تقوم بها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. ففي محافظة سوهاج استقبلت شوان وصوامع المحافظة 4585 طنا و242 كيلو من الأقماح تم توريدها من المزارعين وسط انتظام سير عملية التوريد دون معوقات. توريد الأقماح المحلية لهذا العام وفقاً للقواعد المعمول بها للحفاظ على الغلال، جهود تقوم بها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. ففي محافظة سوهاج استقبلت شوان وصوامع المحافظة 4585 طناً و242 كيلو من الأقماح تم توريدها من المزارعين وسط انتظام سير عملية التوريد دون معوقات. إحنا النهاردة في صومعة سوهاج، محافظة سوهاج، وندخل نورد الغلة، نورد الغلة وندخل بعربياتنا، نوقف بنظامنا عند العينة، وهيطلعوا الأساتذة بتوع العينة بياخدوا العينة، وإحنا قاعدين عند عربياتنا كل واحد مسؤول بعربيته. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إطلاق صندوق لحماية ودعم القدرة على الصمود ومساعدة اللاجئين والنازحين الفارين من الصدمات المناخية، وكذلك للمجتمعات النازحة الأكثر تعرضا للتهديد بسبب تغير المناخ على الصمود والتعافي. وأشارت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إلى أنها تهدف إلى جمع 100 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025 لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة والبلدان الأصلية الأكثر تضرراً من حالة الطوارئ المناخية، وتعزيز إدراك اللاجئين في التدابير المتعلقة بالمناخ التي يتم اتخاذها على المستويين الوطني والمحلي. وأوضحت المنظمة الدولية أن ما يصل إلى 70% من اللاجئين وطالبي اللجوء قد فروا من البلدان المعرضة بشدة لتغير المناخ في عام 2022. وإلى أحوال الطقس ودرجة الحرارة. ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا شروق، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية مع نشاط الرياح
المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 20، الإسكندرية 24-16، مطروح 22-15، بورسعيد 33-20، إسماعيلية 39-21 وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للسويس 34-20، العريش 39-22، طابة 36-23، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 38-24 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 42-27، أسوان 43-27، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 33-27، حلايب 30-26 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وختام نشرة التاسعة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بالعاصمة الإدارية. خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا، الرئيس السيسي يحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية. مع توالي انتشال جثث الشهداء، مطالبات دولية بإجراء تحقيق واضح وموثوق بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في غزة. وانتهت نشرتنا.